الدري هذا من ديك الوقيته فاش كنا درنا الماستر مايند ملي كنت في المغرب البارح مصيفط ليا وي خويا السيمو انا باش نبين لك راني سيريو ها 100 مليون هيا كملتها هاي يعني الصوت هذا 15 عام وشويه باقي ما كمل 16 عام تقول لي صدقات لي لا كيخلص لي فاكتور كيخلص خلص الثمن خلص الثمن هاد الاخ هذا الاخوان اللي كيعرفوا ورا الحمد لله انا بديت في المغرب كما كنقول من دوار يزيكي مراكش ووصلت تال 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 وفت فهمتي وانا في المغرب وصلت يعني داك باش نبسطو ما نبقاوش ندوب الارقام ما نبقاوش ندوب الارقام بزاف المهم 21 عام 21 عام بالخدمه الخدمه يعني ما تقولش لي 21 عام باقي صغير وانما راه كنت كنخدم 14 16 ساعه في النهار وكنت كنخدم 18 عام 19 عام 20 21 ومن 16 عام وانا خدام من 16 عام خدمت في ايباي 16 عام وزيد ادسنس وزيد 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 المهم 21 عام قشعه ما تجي 21 عام 21 عام السطره بزربتي الا ما زربتش لان انت ملي كنتو مريحين في القهوه انا ما كنتش كنريح في القهوه ملي كنتو نتوما مجمعين انا ما كنتش مجمع ملي كنتو كنا كنعانيو الصاد ماشي غير انا بزاف ديال الناس كنا كنخلصوا الثمن كنا كنخلصوا لي فاكتور اللي علينا كنا كنخلصوهم ديك الساعه نتوما كنتو مريحين كتفرجوا في الماتشات كنخلصوا لي فاكتور اللي علينا نتوما كنتو مريحين في القهوه كنخلصوا لي فاكتور اللي علينا كنتو كتعطينا الهضره الخاوه كنخلصوا لي فاكتور اللي علينا 21 عام كاين حاليا كما قلت البارح الناس اللي بقاو حاضرين في اللايف البارح علاش نط في البيرو مع الصباح اول حاجه اجي نحل مع الصباح الانبوكس ديالي اجي نلقى واحد الدري كنحضر معنا في الماستر مايند الاخراني عنده 15 عام وشويه ملي كنا حضرنا في الماستر مايند قال لي المهم الباك ما طلبك قلت له شو انا من دو معاك لا في الباك لا في والو ما نقولش لك خرج من القرايه بعدا الاول وري لي بلي انت سيريو سير خدم وريني بلي راك وصلتي 100 مليون كاش وريها لي هكا وريها لي في الكونت بونكير ديالك ديك الساعه ممكن نهضر معاك هضره اخرى الدري هذا من ديك الوقيته فاش كنا درنا الماستر مايند ملي كنت في المغرب البارح مصيفط ليا وي خويا السيمو انا باش نبين لك راني سيريو ها 100 مليون هيا كملتها هاي يعني الصوت هذا 15 عام وشويه باقي ما كمل 16 عام تقول لي صدقات لي لا كيخلص لي فاكتور كيخلص خلص الثمن خلص الثمن دري النيفو ديالو في لونغلي ما عنديش انا دري الفيديوهات اللي كان تيسمع لهم في هذا اللاج هذا ما كنتش تنسمع لهم انا حتى ولات عندي 27 عام حتى ولات عندي 27 عام عاد تنسمع الفيديوهات اللي كيسمع هو دابا هذا في عمره 15 عام وشويه شوف تبارك الله شوف تبارك الله فين وصل ما كاينش عايز سميتها صدقات ليه مشى تعلم لونغلي الكوبي رايتينغ عنده مزيان الديزاين عنده مزيان الفيديو ايديتينغ عنده مزيان 15 عام شويه ماشي بالسن داك التكلاخ ديال السن سالا شحال في عمرك او بالزربه فين بالزربه صاحبي فين بالزربه صاحبي راه الناس تقهرات وتقهقرات صاحبي فهمتي انا اللي عارف الناس اللي وصل شي حاجه كيفاش دازت فهمتي راه الناس فريمون الناس عانت هذاك الدري خلص لي فاكتور ملي كان هو كيخلص لي فاكتور انت كنتي كتقهوى ملي كان هو كيخلص لي فاكتور انت كنتي كتلعب ماتش ملي كان هو تيخلص لي فاكتور وتيفكر كيفاش يسكيلي انت كنتي كتفكر عقلك كامل داتو لك شي ختنا كيفاش ديتيها شوف بلا ما نبقاو نجملوا عضياتنا كيفاش ديتيها تبرتشا داك التفكير ديالك كيفاش ديتي شي وحده تبرتشا بربي وخديتي النص ديالو داك الجهد اللي كتضيعوا مع شي ختنا كون خديتي النص ديالو وحطيتي على شي ستور ديال شوبيفاي كنت جيت تولي لنا انت هو النيكست مليونير ان شاء الله ولكن الصاد كتمشيو كتحطوا الجد ديالكم شي حاجه خاوي هو الدري ديال 15 عام ونص داز فيكم كاملين اصاحبي وباقي غادي يدوز ماشي غير هو كاين دراري بزاف في المغرب علاه كنقول لك راهي طاري الدق والسكوت اللي جاي خايب بزاف اللي جاو دخوتنا دو كاملين اللي كيدو دابا غادي يتعذبوا في حياتهم لان هاد الناس هادو اش كيديروا دابا كيخدموا تيجمعوا الكاش كيخدموا تيجمعوا الكاش كيخدموا تيجمعوا الكاش وانت اش كدير هاد الوقيته شنو غادي يطرى مخزونين انا تنبان لك مره تنحفتح لك حتى مجال انك تزيد الدو وهاد الوقيته ملي غادي يطلعوا غادي يبانوا غادي تلقى راسك انت فهمتي ما بقاش عندك علاش تدوي وسيرتو حتى السن ما بقاش كيسمح فهمتي السن ما توصل حتى ل 30 عام ما يبقاش كيسمح انك تدوي صافي هادي بحال قلتي غتلقى داز عليك التران 30 عام ما غاديش تقدر تكتب كومونتير غادي ديك الساعه تمشي تخدم فريمون ديك الساعه تولي عندك العقليه ديالها تقول ايتس تو ليت كنت استغليت الشباب ديالي دابا ولا مفروض عليا ما نقدرش ندير داك الطبرايش اللي كنت كندير في الصغر وغادي تمشي ديك الساعه تخدم وما بغيتهاش ترى لك هاد اللقطه هادي علاه سير تخدم فهمتي سير خلص لي فاكتور اللي عليك
هذا الاخ هذا اللي ديال 15 عام دارها في المغرب، بزاف ديال الدراري داروها في المغرب، انا كنت درتها في المغرب. انا كنت درتها في المغرب، 100 مليون طوموبيله، حلم المغربي طوموبيله ابارتمون كذا، داكشي درتو في المغرب. خويت المغرب ما خويتش المغرب على قبل زعما، راه مع بزاف تيشوفني عايش في الطالون. الصدى صاحبي راه الله يعفو عنا من هاد البلاد، فاكيو يا صاحبي، فاكيو على الله يعفو عنا من هاد البلاد هادا صاحبي. زعما زعما الا جيتي هنا تفرو وبربي ما تفرو، ومستعد ندير تحتي كاع، مستعد ندير تحتي. انا نخلص 3 شهور ديال الناس يجيو هنايا يسنيو معايا، يسنيو معايا بالله، اجي يعطوني شيكات انا غادي نخلص، نخلص عليهم 3 شهور باش يعيشوا هنايا في الطالون، وما يعطوني شيكات باش في الاخر ندخلهم للحبس كامل، وما غادي يعطوني شيكات. اجي نقول له بعشره بكم اجي نوفر لكم انكم تسافروا على برا. اين الدوله خطايش؟ ماليزيا سير، كوريا سير، كاع الدول اللي بلا فيزا كذا سير، كذا سير، كذا سير. اون فوا ادخل المغرب غنقول لك شنو غادي ندير لك، وغادي نمشي كامله تنحط لكم شيكاتكم عند عند بلا راه بلا راه الناس هادو ما خلصونيش. اون فوا دخل المغرب تشد في المطار تمشي للحبس، ولا يجيب فلوسي، جيب فلوسي باش تخلصني باش نتنازل لك. اللي قبل بات تحت هذا يصيفط ليا فسميتو الصات، ما غاديش تنجح، لان الا كنتي فاشل تما تكون فاشل حتى ليا. اختار الدوله اللي بغيتي تمشي ليها، عمر ليا شيك انا نخلص عليك، انا نخلص عليك وتمشي ونعطيك باش تصرف 3 مو، نعطيك باش تصرف 3 مو. اوكي وريني ديك الساعه ديك الرجوله، مي مع التقليعه ديالك ما غادي نحط الشيك ديالك ما خالص، باش الا فكرتي ترجع لبلاد كتجي اجي تلقى راسك في الحبس، وما عمرك غتخرج تخلص ليك. اوكي الساط راه ماشي المغرب اللي خايب، ملي ما فيه حتى شي تولي كتعلق على اي حاجه. الدراري كاملين تزادينا كاملين في المغرب، وكاملين درناها في المغرب، ما درناهاش ما درناهاش برا المغرب. برا المغرب حاليا يعني عايشين حياتنا، وكما كنقول ديما 2020 غادي نرجع للمغرب. وهذا ماشي جواب زعما كنتحدى هذا الاخ، هذا مول السؤال، اخ مول السؤال راه دريري اجي يكون نقيقي زويوال سولني هاكو عادي. هذا السؤال ديال هذا الجواب لكاع الناس ديال والله يعفو علينا من هاد البلاد. الصحت دوي 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 دوي، باقي ما عرفتيش اش كاين على برا، باقي ما عرفتيش كيتسناك، باقي ما عرفتيش. سول شي واحد مغرب، ولكن ملي تجي دويك خايب على الغربه غادي تقول هاد خونا هذا ما بغانيش نمشي تمايا، على حقاش عارف غادي نمشي وغادي تفوتو، واخا غادي تفوتو ان شاء الله. واخا الاخ انس، نظرتي للحياه كيف اغيرها؟ خويا الا كنتي الا كانت عندك شي نظرتي للبيان للحياه، الحياه راه زوينه باش نلخص لك الامر بالزربه. الحياه راه زوينه، زوينه بزاف، فهمتي؟ لان بزاف اللي تيخلق لنا شي صوره سلبيه في الحياه هما دوك الناس معهم كنريحوا وداكشي اللي كنسمعوا يوميا. راه كما قلت البارح راه الاخوان اللي حضروا اللايف الاخوان اللي هضروا اللايف فهمتي، رد البال داكشي اللي كتسمع، رد البال مع من كطريح. على حقاش راه فريمون تنتفكر، تنحاول نلخص الاخوان دوزو بالتربه، انا فريمون تنتفكر شي حوايج اللي كنت تطريحي مع شي واحد ولد الحومه كيقتلك. لا خيرتو ما لا خيرتيني ما بين يذبحني وبين يقول هذيك الهضره، نقول لك يخليه يذبحني وما نسمعش ديك الهضره، فهمتي؟ كطريح مع شي واحد اللي يجي يقتلك، على ما عندك ما دير بالطرايح مع من مع من ما، واختار صحابك مزيان. اللهم صعب واحد ولا كاع ما يكون، خير ليا من واحد العرمه بزاف وكاملين السلبيين ومجموعين كنزيدو تنكبروا الموضوع. شفتي ديك ختنا طلع لنا في الطوندونز، ترى هي ديال طير، صاحبي البلاد خسرات وما بقى فيها ما يدار، تربي عفو علينا بشي فيزا لفرنسا، بحال فرنسا راه فرنسا راه شاده الهوده دابا فهمتي، الله يرحمه. المهم الله يعفو عنا، صاحبي الله يعفو عنا من هاد البلاد هادي صاحبي، حتى الجحيم عشيري وكذا هذا، وتشعل التلفازه كتشوف عاوتاني حتى هي شي حاجه غاده في هاد النطاق هذا، كتمشي لليوتيوب. الصات اليوتيوب راه فيه 90% ديال الكونتوني نقي، ولكن انت كتركز على داك الكونتوني الخايب. التلفازه فيها شي كونتوني نقي، بليز غير شويه، غير شويه. راه البارح 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 دويت على 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 انت علاش مركز، دويت على واحد المثال دابا كنلخص بالزربه، ملي شي طرات مع المينتور ديالي، كنت حاضر واحد ليفينمون كان دايرو كحاضرين فيه شي 1000 صرف ديال الناس، قال لينا شوفوا الزرق، شوفوا الزرق فين ما كان، شوف الزرق وعقل عليه. بقينا اوكي الزرق، السبوره الحافه ديالها زرقاء، السيده لابسه زرق، هو لابس كوستيم زرق، زرق 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 زرق. اوكي قال لنا سدوا عينيكم، سدينا عينينا، قال لنا تفكر فين شفتي الزرق كامل. اوكي مفكر فين شفت الزرق كامل، قال لينا يلا قول لي دابا فين شفتي الاحمر بلا ما تحل عينيك. هو فين هو الاحمر؟ هو ما عقلتش ما شفتش الاحمر. وفريمون هادشي اللي كيطرا في الحياه، ما كتكونش مركز اصاحبي، ما كتكونش مركز على الاحمر اللي هو مهم، وبقيت مركز على الزرق، على هادي تبقى راسك ديما غادي تيقلب على الزرق، فهمتي؟ على حقاش من داكشي كتوجع عقلك هو اللي كتبقى كتشد. وفريمون كيتخلق فرق كبير
على حسب داكشي اللي كتسمع يوميا تيبدا من اللي كتنوض داكشي اللي كتسمع يوميا الا بدلتي فيه شويه غادي تبدل حياتك، غادي تبدل نتايا وغادي تبدا تبدل حياتك. كنتي كطريح مع شي واحدين من هاد النوع هذا هما اللي كبرت معاهم، ماشي ملي كنا صغار، كنا صغار كنا زوينين، كنا بغينا غير نلعبوا لي غولات ونمشيو للبيسين. ملي بدينا كنوصلوا ديك المرحله ديال 15 عام بدينا كنخسروا شي دراري صحاب ولاو كيكملوا الحشيش عقد صافي، فهمت؟ هذيك هي النهايه ديال الحومه ديالنا. الحشيش ولا انتشر بزاف، درا صحاب ولاو تيكملوا الحشيش. الحمد لله ما عمري كميت، ما عمري صرفت، ما عمري ما عمري ما عمري ما عمري سول عليا كاع الدراري اللي كيريحوا معايا. وما كنت ديما مريح ولا يومين هذا مريحين مع الكمايه والسكيريه والحشيشيه باش نتفاهموا، يعني اختياراتي انت اختار باش بغيتي تكون. مي اللي عقليتهم نقيه ماشي اللي زعما مسالي. وجيت تقول لك حتى نقطه مزيانه ديك اللعبه ديال بلاوني، وانا كنت مريح معاهم ديما فين عمرهم بلاون، ما تبقاش تبران راسك شي حاجه الفشل ديالك. اختار شي ناس زوينين نريح معاهم وبدل داكشي علاش كتسمع.